شفت فيديو لعثمان الخميس الكويتي بيقول كل البلاد الإسلامية انتشرت فيها القبور، يزورون القبور ويعظمونها، قال وهذا شرك أكبر. صار يعدد مصر بالأسماء، المغرب، السودان، وصار يعدد الدول الإسلامية والعربية. شو رجع استدرك مشان أسياده ما يزعلوا منه؟ قال إلا الخليج، عرفتوا؟ قال إلا الخليج، هذا الثعبان الخسيس يقول كل الأمة العربية والإسلامية اليوم مشركة، قال يعبدون القبور. كفرهم، أباح دماءهم، أباح أعراضهم. مين من أهل السنة بيعبد قبر؟ والله نحن لا نعبد قبر محمد، لا نعبده محمد نفسه، لا نعبده محمد، يعبد الله. نحن نحب محمدا أكثر من عيوننا ومن أرواحنا وأبنائنا وأموالنا وأهالينا، ونتوسل به ونستغيث به، لكن لا نعبده. نحن نعبد الله الواحد الأحد. مين بيعبد قبر؟ جايين تكفروا الأمة، تستبيحون أعراض وأموال الأمة. قال الاستغاثة شرك أكبر، التوسل شرك أكبر، زيارة القبور وتعظيم القبور شرك أكبر، عم بكفر كل الأمة. قلت أمس على المنبر، إذا ماذا تقول بزيارة النبي لقبر ماشطة، ماشطة بنت فرعون في الإسراء والمعراج؟ وماذا تقول بزيارة النبي لقبر موسى عند الكثيب الأحمر في ليلة الإسراء والمعراج؟ وماذا تقول في خروج السيدة فاطمة الزهراء ولية الله حبيبة الله من المدينة إلى أحد، تقعد عند قبر عمها حمزة وتزور شهداء أحد، تدعو وتصلي هناك، ثم ترجع إلى المدينة؟ وهذا للحاكم في المستدرك للحاكم. ماذا تقول في السيدة فاطمة؟ النبي وضع حجرا على قبر عثمان ابن مظعون في البقيع وقال أتعلم بها قبر أخي. كل هذا منه إشارة للاعتناء بقبور الأنبياء والأولياء والشهداء والصلحاء؟ النبي كان يزور شهداء أحد، النبي كان يزور البقيع، النبي نزل في قبر فاطمة بنت أسد أم علي وأمر يديه على جدران القبر. لماذا؟ ليبركه لها، ليبرك لها قبرها قبل أن تدفن فيه. وهذا عند الطبراني في المعجم الكبير. إذا كان هيك عندك كفر وشرك، أنت عم بتكفر مين؟ بلال الحبشي اللي إجا من دمشق إلى المدينة وحط وجهه على قبر النبي وجعل يمرغ خديه ويبكي. بتكون عم بتكفر أبو أيوب الأنصاري